يومكم بالصلاة على النبي نادي، وكله يا رب كده بدعي لكم من كل قلبي يبارك لكم ويجعلوا عليكم رمضان مبروك. جانا على الصفحة بتاعتنا الأستاذة ندى طالبة مننا طاجن القورمة، بتقول لي يا غالية أنا سمعت عن طاجن بس مش عارفة هو إيه وبيتعمل إزاي. طيب النهاردة إن شاء الله زي ما قلت لكم كل اللي تحبوه في أكل بلدي هتلاقوه، والنهاردة هننفذ طلب الأستاذة ندى على عينينا الاتنين ونعمل لها طاجن القورمة. علشان كده بقول لحضراتكم خشوا عندنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك على القناة واكتبوا لنا كل اللي انتوا عاوزينه وان شاء الله نعمله لكم. هنقول المقادير بتاع طاجن القورمة ونرجع نشرح يعني ايه طاجن قورمة. ننزل بالمنيو كده يا جماعة، بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي، كل اللي يشوفنا يصلي على سيدنا النبي. معانا نص كيلو لحمة، حطي الكمية اللي تريحك، انا هشتغل على نص كيلو، حضرتك حطي الكمية اللي تريحك سواء بقى لحمة كندوز ضان اللي تحبيه. نص كيلو لحمة وكيلو بصل صغير اللي هو القورمة، ملح وفلفل، ورق لوري، ثوم، حبهان، بهارات، عصير طماطم، 3 معالق صلصة، فلفل أخضر، بس كده. صوروا حضراتكم المقادير علشان خاطر تبقى معاكم وتشوفوا ازاي هنعمل طاجن القورمة. طاجن القورمة حاجة سهلة وبسيطة وجميلة، من الحاجات الجميلة اللي هتحبوها قوي قوي. نقول بسم الله، نرجع بقى نشوف احنا هنعمل ايه. نجيب بس كده ايه معلقة حلوة كده عشان نقلب بيها ونقول بسم الله. انا هنا يعني ايه غالية طاجن قورمة؟ يعني طاجن لحمة بالبصل، بس بصل صحيح اللي هو البصل الصغير اللي هو ده اهو، بس استاذ مصطفى اللي هو ده اهو، ده البصل القورمة اللي هو البصل الصغير، تمام؟ ده اسمه قورمة. بنجيب البصل الصغنطوط اللي هو زي ده، بتنقي أصغر بصلاية، هو ده البصل القورمة، وبنقشره وبنستعمله. بصوا زي البصل اللي احنا بنخلله بالظبط. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقدام هنشتغل بزبدة، نحط شوية زيت. بسم الله، شوية زيت صغيرين عشان الزبدة معايا ما تتحرقش، وهنزل بحتة زبدة حلوة كده ونقول هنعمل ايه بقى في القصه دي. الموضوع بسيط وسهل وما فيهوش اي حاجه، ركزوا بس معايا. احنا هنا لازم ندي البصل واللحمه تشويحه حلوه مع بعض، واللحمه نقطعها صغير قد البصلايه. يعني بصوا انا مقطعه اللحمه قد ايه؟ صغيره قد البصلايه. بصوا البصلايه قد ايه؟ بصوا حطت اللحمه قد ايه؟ يبقوا مع بعض قد بعض بالظبط، يعني مش بالظبط قوي بس يبقوا مقربين. ما تخليش حته اللحمه كبيره نايب، يعني في فرق لما نخلي حته اللحمه تبقى كبيره نايب، وفي فرق لما تبقى كده. اللحمه اللي بتبقى مع البصل القورمة بتبقى يعني مقربه شويه للايه؟ للبصل. ست ام تامر، السلام عليكم، ازيك يا ست غالي؟ اهلا وسهلا، صباحك فل وعسل. يا والله انت منوره الشاشه، ربنا يخليكي تسلمي، وكل سنه وانت بألف صحه. وانت بصحه وسعاده يا رب كده، ورمضان كريم. الله اكرم يا حبيبتي، والله انا كل يوم بحب اشوفك كده واصبح. تسلمي تسلمي، كل سنه وانت طيبه. وانا بشكر كل اللي وياكي والاستاذه المحترمه اللي ردت علي. ربنا يخليكي، ده كله من ذوقك واحترامك. وبنت مرته بتسلم عليكي كتير. سلميلي عليها كتير. الله يسلمك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير. كده هننزل، تسلمينا يا ست كل شرفتينا. هننزل اللحمه كده ومعاها البصل ورشه ملح وفلفل علشان خاطر ياخدوا لون. انا ممكن احط البصل كده على التسبيكه، بس انا عاوزه البصل ياخد لون حلو، يبقى ملسوع، يعني ياخد كده تحميره حلوه، يبقى ملسوع من بره علشان لما تغرفيه كده ما تحسوش انه مسلوق في قلب التسبيكه بتاعته، وكمان ياخد مع اللحمه ويدي كده ويعمله ريحه حلوه. ده البصل القورمة، ده طاجن بيعمر المخ اهو. استاذ سحر، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا فندم. ازيك يا ست غالية؟ اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه، تسلمي. وسنه الثوم الحلوه دي، انا بحب حضرتك جدا. ربنا يخليكي ويفرح لنا فيك البركه. زينا كده يعني جميله كده.
انتوا احلى، انتوا الناس الجميله البركه الاحلى. ربنا يخليك يا رب، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه وبخير يا انا أمر. عايزه نمرس حضرتك بالله عليكي. واموريني يا قمر. عايزه نمرس حضرتك. حضرتك ارجع لي الكنترول يديهولك على حبه عيني. شرفت. بصوا انا حطيت هنا ايه؟ حطيت الاول حته زبده. لا علي لي صوتك شويه يا استاذه. معانا مين؟ يا استاذ نبيل. ايوه اهلا بيك يا استاذ نبيل. ازيك يا ست غالي، عامله ايه؟ الحمد لله يا فندم، ازاي حضرتك؟ الله يخليك، كل سنه وانت طيبه، والسنه الجايه كده تبقى جايه من عرفات ان شاء الله يا رب. انا وانت وكل اللي سمعنا وجميع ما خلق نفسه يحط ايده على شباك النبي يا رب. طيب أمرني. هو سؤال صغير بقى كده. أمرني يا فندم. الحمد لله. احسن طريقه للديك الرومي تعمل ازاي؟ عاوز تحشيه من جوه ولا عاوزه فاضي؟ ها؟ عايزه فرن. طيب حضرتك لو هتعمله في الفرن هياخد منك وقت طويل جدا على حسب وزنه، يعني هو الديك الرومي تبدا مثلا من 6 كيلو ل 12 و13 كيلو، فكل وزن بياخد وقته في السوى. لو هو يعني من 6 ل 7 كيلو او 8 كيلو هياخد له بتاع ساعتين في الفرن، ساعتين ونص، ده لو انت هتعمله في الفرن. لو حضرتك هتسلقه وبعد كده يطلع يبرد وياخد خلطة من بره ويتخش الفرن ياخد لون، هيبقى أسهل بكتير. فده ليه شغله وده ليه شغله. هقول لحضرتك إزاي تعمل المسلوق وإزاي تعمل الروستو اللي بيتعمل في الفرن، بس عشان نبقى عارفين إن المسلوق ما بياخدش سوى كتير زي اللي بيتعمل في الفرن. الفرن بياخد وقت كبير علشان خاطر يستوي ويدوب منك. فهقول لك على الطريقتين عينيا الاثنين. وأسهل طريقة إن حضرتك تسلقه في مية وبوكي جرنيل، هو جزراية، ملح، فلفل، حبهان، عود كرفس، كل الحاجات الحلوة اللي بنحطها للشوربة. وبعد لما يتسلق يطلع، لما يبرد تعمل له خلطة بمعلقتين صلصة، ثم مدقوق، ملح، شوية زيت أو حتة زبدة، وتدهنه كويس كله من بره كده ومن جوه، وتدخله الفرن ياخد لون ويطلع تحطه على شوية رز أصفر، أي حاجة تانية، فهيبقى معاك زي الفل. استاذ اسماعيل، استاذ اسماعيل، الله بصوا ريحته حلوه ازاي. الو، اهلا وسهلا استاذ اسماعيل. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، شرفتنا. الله يشرف مقدارك والله. يعني مش عارف اقول لك والله. بصي يا الحاجه بتحبك قوي، يعني مش عارف اقول لك بتحبك قد ايه والله، وكان نفسها تتفرج عليك يعني. ربنا يا رب. كانت بتابعك من ايام القناه القديمه والله، ولما عرفت ان انت بتيجي على قناه الشمس يعني نزلت لها التردد مخصوص والله. ربنا يديها الصحه ويخليها لك ويبارك لك في عمرها. الله. طب عايز اكلمك بقى. عينيا اديها لي دي بركه. ماشي. ست الكل. السلام عليكم. عليكم السلام يا ست الكل، يا منورانا بحس. الله يخليك يا ست ست الغالين كلهم. ده انت اللي قمر وغالي عليك. اسمع على مسمى يا ست غالي. تسلمي وتعيشي. ربنا والله اسمع على مسمى. ربنا يديك العمر والصحة. والله كل سنة حضرتك طيبة. وانت طيبة يا قمر، وانت طيبة. انت منورة، مش الشاشة، انت منورة الدنيا كلها. ده نورك، ده نورك يا ست الحاجة. انت منورة الدنيا والله العظيم، منورة الدنيا كلها. تسلمي، تسلمي. والله منوره الدنيا كلها، كل سنه وحضرتك طيبه. الله يخليك يا انا ست مبسوطه ان انا سمحت صوتك وشفت حضرتك والله. الله يخليك يا ست الكل، تسلمي. والله العظيم كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه، شرفتينا على راسي. هقول لكم على حاجه، احنا هنا زي ما شفتوا طبقناه، شوفوا الريحه طالعه حلوه قوي، بصوا الشكل، بصوا الشكل. ام حبيبه قولي لي ايه رايك. ست ام حبيبه صباح الخير. صباح الفل والهنا على طاجن البصل القورمة، اللي عاوز كده يقول لك نيني نيني لما تيجي ام حبيبه القمر تشتريني. الف هنا. الف هنا على اللي هياكله. وانت بصراحه كده بتفطريني على الصبح بقى، ينفع كده يا مدام غاليه؟ لا ربنا ينفع. يتقبل منك، انا بديكي بس كده ايه حاجه صغيره كده، طاجن بصل يعمر المخ. اه والله دي احلى اكله، احلى اكله. الله يخليك. تسلمي على كل اللي بتعمليه. تسلمي وتعيشي. انا بس كنت عايزه استفسر منك عن حاجه لو سمحت. واموريني قمر. الامر لله يا حبيبي. بصي انا بعمل مخلل الخيار، الخياره بحالها في البرطمان. أيوه. هو بيطلع طعمه حلو قوي، بس أيوه. بلاقيه فاضي من جوه الخياره، بمسكها احس انها كان حد قورها. الخياره بقى كش، الخياره بتكش وتفضى ويبقى الجلد بس. انت بتحطي الخيار، بصي الخياره لازم تبقى صغنططه حلوه كده، محنجله ومدموكه. احسن
احسن خيار تخلليه ويعيش وعمره اطول وما يفضاش من جوه الخياره الصغيره. تمام. الخياره الصغيره، الخياره الكبيره اللي تزيد عن صباع الايد اللي تبقى مثلا قد كده تفضى، يبقى الجلد بس ومن جوه فاضي، عشان كده بيفضى يعني. الله ينور عليكي. الخيار عاوزه خيار يعيش معاكي يتخلل صحيح مع فصين توم ميه وملح وبس وتسيبيه، ولو حبيتي تحطي له عكه نفسه وخلاص. انا بعمل كده وهو صغير طعمه حلو بس للاسف بلاقيه فاضي، فبيقعدوا يتريقوا عليا بقى. بيفضى عشان الخياره كبيره. خدي جيبي الخياره الصغيره اللي يا دوبك تبقى اطول من الصباع بشويه. خلاص انا كده انا فهمت السبب. بس كده وبالف هنا على قلبي. شكرا يا حبيبتي. تسلمي تسلمي. هنحط بقى شويه الصلصه. استاذ محمد. استاذ محمد. نعم. الله ينعم عليك، اهلا بيك يا فندم. الو، انا كنت عاوز بس طريقه عمل البيتزا. عينيا الاثنين طالبين بيتزا كتير. عيني هعمل لكم بيتزا، اللي يحب بقى ياكل بيتزا في رمضان عيني. ماشي شكرا. العفو يا فندم، شرفتنا. كده انا هشرح لكم التطبيقه بتاعه الطاجن. احنا كده خلصنا الطاجن بكل سهوله. ادي طاجن القورمه. طاجن القورمه من اسهل الحاجات اللي ممكن حضرتك تعمليه بسهوله خالص، بسهوله خالص. احنا هنحط الزبده، ننزل فيها اللحمه مع البصل مع فص الثوم، الملح والفلفل، بهارات معانا، الفلفل الاخضر عاوزاه حامي او بارد على حسب رغبه حضرتك، حطي التوابل اللي تعجبك، شيلي في التوابل، حطي زي ما انت عاوزه. بيتطبق بالطريقه دي ويخش بقى يتسبك في الفرن، اللحمه مع البصل يستووا سوا، بتبقى حاجه زي الفل. استاذه سلمى. الو، اهلا بيك يا سلمى. ازي حضرتك؟ عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. اموريني يا ست الكل. انا كنت عايزه اعرف طريقه الفراخ المشويه، طريقة تتبيلة. طريقة تتبيلة للفراخ المشوية، هتدخليها الفرن ولا هتشويها على شواية فحم؟ شواية فحم. طب شواية فحم، خدي عندك بقى، عندك مية بصل، ملح وفلفل، معلقتين طماطم يكونوا معصورين، حطي توابل فراخ، قلبيها في بعضيها كويس، فتحيها كده بوز السكينة عشان تستوي معاكي، انقعيها في التتبيلة دي مثلا لمدة ساعتين، وحطي معاهم معلقتين زبادي ونص معلقة خل علشان لحمها يطرى وتبقى معاكي في الشوي مش ناشفة، هتبقى معاكي زي الفل. نجيب الطاجن. أنا دايما أحب أسخن الطواجن يا جماعة. نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الطواجن انا احب اسخنها عشان ما تاخدش مني درجه حراره عاليه، بالذات وانا بعمل حاجات داخله الفرن. بسم الله. بصوا ست ام محمود. اهلا انا مدام غالي. اهلا بيك يا ست ام محمود. اخبارك يا مدام غالي؟ الحمد لله. عامله لك طاجن قورمه يستاهل بقك القمر. اللهم صل على النبي. الله اكبر، زي العسل. تتكلم يا مدام غالي. هو ممكن الطاجن ده يتحط له خضار؟ حطي خضار، بس حطي خضار قطعيه كبير علشان يستحمل سوى، يعني يبقى قد البصلايه كده، لو كوسه او جزر او بطاطس تبقى قد البصلايه اللي احنا حاطينها دي علشان خاطر تستحمل السوى، ما الخضار ما يتهريش ويفضل عندك اللحمه نيه. مظبوطه مدام غالي. يعني حضرتك بتيجي يوم الجمعه ولا اعاده؟ ان شاء الله هنشوف يوم الجمعه هنيجي هوا ولا هتبقى اعاده. احنا لسه اول جمعه في رمضان ولسه هنشوف اداره القناه هتعمل معايا ايه، بس اتمنى ان احنا يعني ناخد اجازه يوم. ان شاء الله ربنا يسهل. شكرا ليكي. هندخل ده كده بقى الفرن يستوي بقى ويتسبك ويبقى ايه حاجه يعني ما فيش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما لما تمسكوا حاجات سخنه اتملكوا منها وسموا بسم الله. بسم الله. نسيبه بقى كده يتسبك مع نفسه ويستوي ويطلع معاكي زي الزبده، زي الزبده بالظبط، يبقى ما فيهوش اي حاجه خالص. كده احنا خلصنا الطاجن الحمد لله وبكل سهوله. استاذه ندى انت طلبتيه واحنا لبيناه لك اهو. اهم حاجه تجيب البصل الصغير القورمه ده. استاذه ايمان. الو، اهلا بيكي يا استاذه ايمان. استاذه ايمان، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، سامعاكي. اهلا وسهلا. انا بحب حضرتك قوي.
تسلمي وتعيش يا قمر، انا بحبك كمان، يأمريني امر. الله يخليكي. بقول لك يا والنبي تشتغلي. اتفضلي. انا لما بعمل الشربات، لما مثلا لبلح شام جلبي، بعد شويه بنلاقي السكر حبب معايا تاني ونشف كده على حاله. بيسكر. هقول لك ليه. حضرتك لما تيجي تحطي السكر، هو مقدار السكر علشان تعملي صينية كنافة وبلح شام وحاجة، حطي كوبايتين سكر على كوباية ونص مية وعصرة ليمونة، يا إما على طرف معلقة الشاي شوية ملح ليمون. تحطي المقدار ده وما تقلبيهوش، ما تجيش جنبه، مش كل شوية تفضلي تقلبي، أما بتقلبي ده اللي بيخليه يسكر. سيب السكر يدوب لوحده ويتعقد لوحده، ما تمديش فيه معلقة، غير كده هو بيبتدي يسكر. واللي هيخليه كمان معاكي لو حضرتك مش قادره توصلي النتيجه اللي بقولك عليها ومش عاوزاه يسكر، حطي معلقه عسل كلوكوز في قلبي المقادير دي وسيبيه على النار. وعسل الكلوكوز كتير ورخيص، مش غالي يعني، ده لو حضرتك عاوزه توصلي بقى النتيجه 100%. شكرا ليكي. انها بقى معانا شويه رز حلوين عجب. هتعملي ايه يا غاليه النهارده؟ ده أنا هعمل شوية رز بالجزر. رز بالجزر؟ هنعمل شوية رز بالجزر حلوين كده. ننزل بالمقادير كده يا أستاذ مصطفى، وأنا هجيب حلة حلوة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير معانا على الشاشة، سهل ولذيذ وجميل. يعني بصوا، في كل الحاجات الحلوة، سهل ولذيذ وجميل، وهيبقى معاكي زي الفل، مش هتتعبي منه، ومفيد، والاطفال اللي ما بتحبش الجزر هيبقى معانا زي الفل. كده ست ام عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عايزه اعرف طريقه جلاش باللحمه. عامله امبارح يا ست الحبايب، واقول لك تاني. معلش بقى، معلش. لا ولا يهمك، ده انا جايه هنا عشان خاطركوا. يا رب خلي كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير وسعاده يا قمر. عيني الاثنين، عيني هنا. انا معايا رز جزر، ومعايا بصل، وكل المقادير الحلوه دي. انا هنزل كده بشويه زيت حلوين. الله. تقدر تتشرب شوربة أو بمية زي أنا كده ما بعمل في الغلاية الحلوة دي بتاعة ستار جيت. طلع لي شوية مية سخنين على السريع، ونروح عاملين شوية الرز بكل سهولة. أستاذة آية. إزيك أنت غالية، عاملة إيه؟ إزيك يا آية. إزيك أنت غالية، عاملة إيه؟ أنا بخير، أنت أخبارك إيه؟ أهو الحمد لله، كل سنة أنت طيبة. وأنت طيبة وبخير. أنا متفرجة عليكي من ساعة ما كنت على القاهرة والناس. تسلمي يا قمر، وهنا برضو مشرفانة ومنورانة. وأنت برضو يا كانت مشرفانة والله. الله يخليكي حبيبتي، أنت اللي مشرفانة ومنورانة. ممكن يا كانت تعملي لي طريقة كفتة رز؟ حاضر، عيني. نعمل كفتة رز، يا سلام. ده احنا عنينا الاتنين. عنينا. هنا أنا هاخد الرز، هديله تشويحة كده يسخن، أنا عاوزاه يسخن. يسخن كده ويبقى إيه، الحباية سخنة، أنا مش بحمره، أنا بسخنه في شوية الزبدة، ومعاهم رشة ملح وفلفل، ومعاهم حتة بصلاية صغيرة، أنا عاوزة معلقة بصل أو معلقتين بس، ومعاهم سن الثوم. أهي. وشوية ملح وفلفل. لو حضرتك هتحط شوربه راعي الملح. ونستنى بس كده شويه. الله. سلمى. ازيك يا شيخ غاليه؟ اهلا وسهلا استاذه سلمى. عامله ايه؟ الحمد لله يا ست الكل. ممكن اسالي حضرتك سؤال؟ اموريني امري يا فندم. انا عايزه اعمل كنافه بقمر الدين، يعني مهلبيه قمر الدين جوه الكنافه. حلو، شاطره. اعملها ازاي؟ اعملي قمر الدين عادي خالص، وصبيه في الاطباق، وجيبي الكنافه وشوحيها على النار في حته زبده لما لونها يحمر، وتشيها بشويه عسل خفاف، وسيبها تبرد، وبعد كده حطيها فوق كاسات قمر الدين، وفيها شويه مكسرات او شويه فاكهه، هتبقى معاكي زي الفل.
فكرة حلوة وجميلة جدا. كده أنا بسخن شوية الرز مع البصل مع الثوم مع الملح مع الفلفل. هنزل بقى بشوية الجزر الجمال ده عشان نشوف بقى الشكل هيبقى عامل معانا ازاي. جيب بس حاجة نمسك بيها كده. ده رز مفيد وحلو قوي وجديد وحضراتكم هتاخدوا فايدة الجزر، لأن أنا دايما أقول إن الجزر نن العين، هو اللي بيقوي النظر. بس ده كله لازم يتشوح كده مع بعضه تسخينة حلوة. أستاذة فاطمة، أستاذة فاطمة ايه ازيك يا بطاطا؟ انا ازيك انت عاملة ايه؟ بص لون الرز بقى حلو ازاي مع الجزر. ازيك تغني؟ الحمد لله يا حبيبتي اهو. بصوا يا جماعة شرفتينا يا بط. كده لون الرز دي كمان بصوا بيبقى عامل ازاي مع الجزر. بصوا شكله مفيد وحلو زي الفل يا جماعة، وحاجة يعني جميلة جدا، والجزر حلو وجديد وحاجة يعني ايه تستفادوا بيها. عندك مثلا طفل مش بيحب الجزر حطوه له في قلب رز، لو عزومة حطيها في قلب رز عادي، الرز بالجزر جميل جدا. هننزل بالعقد بتاعه نظبط العقد بقى قوي. اهو حضرتك عايزة تحط شوربة ماشي، تحط مية ماشي. شيماء ايوه اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك؟ انا اول مره اتواصل مع حضرتك. اهلا وسهلا بيكي. ايه عايزه نعرف طريقه الحمام. عاوزه حمام مدقوق ولا محشي؟ لا محشي. عيني رز ولا فريك؟ لا فريك. حاضر اعمل لك حمام محشي على نن عين غاليه. كده هنزود بس ايه نظبط العقد زي ما قلنا. استاذ حسين مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. الله يسلمك. كنا لو سمحت ممكن نطلب خدمه من حضرتك؟ امرني يا فندم اي حاجه عاوزها واقدر اعملها تحت امرك. الله يسلمك. والله انا قاعد لوحدي 62 سنه وطالب منك بس صينيه عجه بس. العجه ام بيض؟ اه اللي بتعمل في الصينيه بالخضره. الله يسلمك يا رب. والله انت فكرتني بامي الله يرحمها، كانت بتعملها لنا وكانت تحط لنا فيها كل الخضره الحلوه. والنبي انت ابن اصول. الله يكرمك يا رب. عينيا الاثنين هعملها لك. احنا بطريقه بسيطه جدا جدا وانت لوحدك تعملها من غير اي حاجه وتطلع معاك زي الفل. عيني. كده احنا خلصنا اهو الرز وحطينا له العقد بتاعه. اول ما يبتدي يغلي هنبتدي نحطه على نار هاديه. بس معانا فاصل استاذ مصطفى. طيب هناخد فاصل الم كل اشيائي دي ونرجع مع شوربه هتعجبكم جدا. هنستعمل فيها بقى الحلوه القطقوطه اللهلوبه ستار جيت، يا اما هنعملها بالكبه يا اما هنعملها بالهاند بلندر. فاصل وراجعين لما نشوف اللهلوبه دي هتعمل معانا ايه. نختاروا ايه؟ بنحطينه يتشرب على نار هاديه. بصوا اهو لازم يتشرب كده على نار هاديه خالص علشان يطلع معانا الرز بالجزر لونه وشكله وطعمه يفرح اهو. استاذ عصمت يا مساء الجمال يا مساء الفل يا مساء الفل والهنا على استاذ عصمت كمان. يعني بقول ايه، والله اتجمعنا تاني يا قمر على الشمس الجميله الصاخبه الحلوه صراحه، مخليه الدنيا منوره كلها في الشاشه بتاعتكم دي. والله الله يخليك. انا احب بس اعرف الناس الاستاذ عصمت كمال من متابعين البرنامج الجيدين اللي اتعمل على ايديهم برنامج الست غاليه، بيروح ورانا كل حته. الله يخليك. وراكي وراكي حتى اخر العمر انا هسابقك. العمر انت غاليه وبتفكرينا بالايام الجميله والاكلات الشعبيه الحلوه اللي احنا اتربينا عليها، عظماء مصر والعالم كلها اتربت على الاكلات الشعبيه بتاعتك اللي بترجعي لنا التراث بتاعنا الجميل ده. ربنا يخليك يا استاذ عصمت يا امير. التراث القديم ملوش جديد يا غاليه، والاكلات الحلوه بتاعتك دي، وانت دايما مع الناس البسطاء والناس الشعبيين الحلوين، وبحييكي جدا على البرنامج. مش عايزه اطول، انت عارفه انا بغاي جدا ان اخد البرنامج منك. لا ربنا يخليك يا استاذ عصمت، انت مشرفنا.
واشكري لي الاموره اللي ردت عليا في التليفون الناس المحترمه دي، ودايما الشخص الساطع باذن الله غالي يا رب يا رب. شكرا يا استاذ عصام، انا معاكم على طول بقى ان شاء الله. ان شاء الله تشرفنا. شكرا ليك يا استاذ عصام. النهارده انا هعمل شوربه فلفل احمر. الشوربه دي احنا بنشربها في المطاعم غاليه قوي، فالنهارده انا هعملها لكم بطريقه بسيطه خالص وحلوه، تقدري حضرتك في اي وقت تعمليها بكل سهوله. مقاديرها بسيطه جدا، مقاديرها بسيطه جدا. حضرتك استاذ مصطفى بس انزل لنا بمقاديرها. مقاديرها بسيطه خالص خالص خالص. معانا بسم الله الرحمن الرحيم، معانا فلفل مشوي وتوم وبصل مبشور وعود كرفس وكوبايه كريمه وزبده ومعلقتين دقيق وشوربه، بس كده ما فيهاش حاجه، بسيطه جدا. انا هنا وحطيت الزبده، هنزل بس كده بحته البصل الحلوه دي، مفارس ست ام فارس. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا ام فارس. ازيك ست غالي؟ الحمد لله بخير يا ست الكل. ازيك ست غالي؟ الحمد لله انا كويسه. طيبة. وحضرتك طيبة وبخير. ابن جدتي عايز يكلمك. ادهوني. سن الثوم. الو. اهلا يا عمر. ايه ست غالية؟ عامل ايه يا حبيبي؟ كل سنة وانت طيب. اهلا يا عمر. ايه ست غالية؟ لا وطوا التلفزيون عشان تسمعوني كويس يا جماعة. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا حبيبي وبخير وسعادة، تسلم. انا اسمي فارس. اهلا بيك يا فارس. ماشي خير. شرفتنا. ماشي. طيب معانا اشرح الشوربة. انا حطيت حتة الزبدة. حطيت معاها معلقتين بصل مبشورين، سن الثوم، الكرفس، وقلبهم. انا مش عاوزاهم يحمروا، انا عاوزاهم يتبلوا وياخدوا الريحة الحلوة والطعم الجميل. اهم هنا عندي ده فلفل احمر، الرومي الاحمر الحلو اللي هو بيبقى مع الفلفل الالوان. بدهنه شوية زيت وبشويه في الفرن او بشويه على طاسة على النار، وبقشره كويس وابتدي اشتغل بيه. هنا انا زي ما قلت مش عاوزة هنا البصل ولا الثوم ولا الكرفس، فعاوزة اديهم التقليبة الحلوة بتاعتهم الحلوة دي، واروح نازله كده بالفلفل. مين معانا يا استاذه؟ يا استاذه سهام. الو. اهلا بيكي يا استاذه سهام. سامع حضرتك يا فندم. استاذه سهام. الو. عاوزه فرقه البسبوسه. طب حاولي تكلميني تاني. هنزل بمعلقتين الدقيق علشان تبقى رابطه معانا وتاخد التقليبه معاهم. استاذه ندى، رش الدقيق كده مش كتير. استاذه ندى. ايوه. اهلا بيكي يا فندم. ازيك يا حبيبتي وعفاني. تسلمي وتعيشي. انت مش عارفاني ولا ايه؟ الصوت مش غريب عليكي؟ ندى. ايوه. عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا ندى، اخبارك ايه؟ منوره الدنيا اقسم بالله. حبيبتي يا ندى كل سنه وانت طيبه. جدا 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 يعني. الله يخليكي، ردي عليا لما برني عليكي بس. والله عظيم رديت حقك عليا. تسلم ايدك، الحاجه تحفه. ربنا يخليكي يا ندى، انت اللي جميله حبيبتي. وان شاء الله تحضري نفسك تبقي ضيفه عندنا. ايوه انا بطلع اهو على الهوا بقول لك انا عايزه ابقى ضيفه معاكي. عيني الاثنين، انت ست الشطار. حبيبتي ربنا يخليكي بجد، الحاجه حلوه قوي والالوان تحفه، والنهارده التيشيرت بتاع حضرتك لونه تحفه. ربنا يخليكي تسلمي. والديكور تحفه والحاجه كلها تجنن يعني. حبيبتي يا ندى تسلمي لي يا عمر. شكرا ليك يا ندى. كل سنه وانت طيبه يا قلبي. وانت طيبه يا حبيبتي، شكرا ليكي. هنا انا خدت بصوا الفلفل مع كل الحاجات بتاعتي ومعلقه الدقيق وانزل بالشوربه. ست ام محمد. الو. صباحك فل ونادي. صباحك زي الفل يا ست غالي، عامله ايه؟ الحمد لله يا ست الحبايب يا قمر. كل سنه وانت طيبه يا ست غالي. وانت طيبه وبخير وسعاده، ويا رب دايما كده يبقى حسك معانا منورنا. يا رب يخليك منوره الشاشه، والله حاسينا. تسلمي وتعيشي. تسلمي. تسلمي يا ست غالي، بتابعك من زمان قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي، انا اللي مبسوطه ان انا النهارده سمعت صوتك. ربنا يوفقك يا رب. تسلمي لي. انا ازود بقى بس كده شويه ميه شويه الشوربه دول واسيبهم يغلوا، علشان انا عارفه بقى يا ام محمد هنشتغل شويه الشوربه دول. يا جماعه انا كده تمام معايا الشوربه. الشوربه دي بقى لازم تتضرب. هنشتغلها بايه بقى؟
أنا النهاردة يقدر أشتغلها بالكبة بتاعة الساركيد يا بالهاند بلندر، الاثنين نقدر نشتغلهم بيها. يا هتحطيها عندك الكبة بتاعة الساركيد تحطيها فيها، بصراحة هي عجباني قوي لأن هي ونانة ونانة لهلوبة، يعني مقضية معايا الغرض وزي الفل وضمان 3 سنين وحاجة فلة ما شاء الله عليها. يا اما تعمليها بقى بالحلوة الجميلة القمر الونانة الحلوة دي، يا اما بالهاند بلندر الاكسبريس يطلع لك كل حاجة بتضربيها حرير. فهنشتغلها النهاردة لو اما بده بالكبة يا اما بالهاند بلندر، هنشوف هنعمل ايه بالاتنين. استاذة سهير. اي ما حضرتك، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، اشتغلي عامله ايه؟ الحمد لله، عامله لك شويه رز بالجزر يا سلام يستاهلوا بقك. تسلم ايدك، كل سنه وانت طيبه ونورتي القناه. يخليكي، دي منوره بصوتك الحلو. الله يخليكي، تسلمي يا استغالية. الله يخليك يا ست الكل، ربنا يديك الصحه يا رب ان شاء الله. يا رب انت كمان يديك الصحه والعمر، فتيجي معايا نبص على الفرن انا وانت ان شاء الله. منوره القناه واسوان كلها بتحييكي بصراحه، ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليكي، ده اسوان واهلها اجمل الناس. بص الطاجن، النوبه كلها بتحييكي. ربنا يخليكي، انتوا اهل كرم. بصوا يا جماعه الطاجن، بصوا الطاجن عامل ازاي، يغلي ويبقبق كده والبصل فيه يفتح النفس، بصوا جماله. لا اكتر من كده نقدات تتحرق يا استاذ مصطفى. ونقفل ونسيبه يكمل براحته، استاذ مصطفى مستغني عني النهارده. طب استنى ما اعمل شويه الشوربه الحلوين دول بستار كيت. هنا لازم الشوربه معايا تغلي غلوتين حلوين. أنا هنا دايماً يا جماعة في قواعد في الشرب أو في حاجات بنستعملها ما ينفعش نستعملها غير كده، يعني إحنا نقدر نشيل، نحط في أي أكل، نشيل توابل مش حابينها نحط توابل حابينها، لكن في قواعد أساسية في حاجات بنحطها في الأكل. زي إيه؟ زي الكريمة اللباني. لو أنا هستعمل، أنا ممكن الشوربة دي أشربها كده زي الفل، يعني ممكن أنا حطيت لها معلقة دقيق هتربط معايا وأضيف لها لبن، لو ما فيش كريمة لباني تربطيش نفسك بالكريمه اللباني، باللبن برضو العادي هتبقى زي الفل. ادام حضرتك حطيتي معلقه دقيق هتربط معاكي وتبقى زي الفل. في كريمه لباني وحبيتي تدعميها وتزودي حلاوه في الطعم، لازم ما نحطش الكريمه اللباني غير لما تاخد غلوتين. ليه؟ كريمه اللباني من الحاجات الحساسه اللي بتحبش تغلي كتير، غليت كتير قطعت وما بقالهاش منظر. ففي قواعد لازم نمشي عليها في بعض الحاجات، اما غير كده المطبخ مطبخك، العبي فيه شيلي وحطي زي ما انت عاوزه. بس كده هنلم بس كل اشيائي دي، شوربه بسيطه وسهله وما فيهاش اي حاجه، ودايما هنقول كل حاجاتنا بعد كده. اتفضلي يا استاذه، مين معانا؟ استاذه عزه. استاذه عزه، استاذه عزه، طب حاولي تكلمينا تاني يا استاذه، حاولوا تكلمينا تاني، معلش حقكوا علينا التليفونات اللي بتفصل مننا، حاولوا كلمونا تاني، انتوا على راسنا ومن فوق. كده معانا الشوربه خلاص اهي، تاخد بس الغلوه بتاعتها، والرز اهو. الله، بصوا لون الجزر، يا سبحان الله، سبحانك يا رب، كل حاجه بتديها لنا حلوه حلوه. هنيجي بقى ايه، نشيل حاجتنا دي. استاذه فاطمه. ايوه حبيبتي، اهلا بيك يا بط. ازيك يا حبيبتي؟ قلبانه اللي بكلمك كل يوم على فكره. حبيبتي صوتك خلاص بقى يرن في ودانا. اتعودت بقى لازم اكلمك كل يوم كده، يا رب ما تزهقيش بقى. لا نزهق ازاي؟ ده احنا هنا علشانكم. حبيبه قلبي، انت عامله ايه واولادك عاملين ايه؟ الحمد لله، عشان انتوا تبقوا مبسوطين. والله طول ما احنا شايفين القمر ده احنا مبسوطين والله. حبيبتي الله يخليكي، تسلمي. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي، وتقعد عليك الايام بخير كده. عليا وعليكي وعلى كل حبايبك اللي بيسمعوا. انا نفسي حاجه كده بس هي لسه مش دلوقتي، بس والله امنيه حياتي انها تحصل. قولي لي ايه؟ انا فرحي ان شاء الله اخر السنه، نفسي احضر لك الفرح. عندي قبل العندي، سيبي رقمك في الكنترول وسيبي لي عنوانك، ولازم اجي لك وحنيكي بايديا. يا رب يتمم لك بخير يا بنتي. نيجي بقى هنا، بصوا الشوربه، الشوربه ست ام منصور. نجيب مغرفه عشان اوريكم شكلها وهي بتغلي. ست ام منصور، السلام عليكم. اهلا وسهلا يا فندم. ست غاليه منورانا. ده منوره بحسك وحشانا والله يا ست غاليه. ربنا يخليك يا رب، يديك الصحه والعافيه يا رب. حبيبتي تسلمي وتعيشي يا ست. ممكن اعمل هديه لجوزي؟ اتفضلي. عيد ميلاده
يا كل سنة وهو طيب وعمر طويل ورزق كتير يا رب. اللهم أمين يا رب. أنا بقول له كل سنة أنت طيب وربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك أبدا. هو اسمه عيسى يا ست غالية، ربنا يديله الصحة تعيش يا ست غالية، يخليهولك سند كده في الدنيا يا رب. اللهم أمين يا رب. شرفتينا وسلام طيب حضرتك. حضرتك طيبة. بصوا الشوربة يا جماعة، بصوا الشوربة عاملة ازاي. الفلفل المشوي ده بقى بيديها طعم ولون لما تتضرب بقى، يا سلام. بصوا لما بقى نضربها كده ونرجعها تاخد الغلوة بتاعتها الأخيرة. أستاذ محمد فندم، أهلا بيك يا فندم. يا أهلا بحضرتك، منورنا والله. ازيك يا استر كل؟ الحمد لله، أمورنا أمر. الله، أنت منورة الدنيا كلها يا حاج غالي. الله يخليك، إن شاء الله نحج كلنا جماعة. والله سيادتك منورة القناة ومنورة مصر كلها. ربنا يخليك، ده شرف راجل أصيل. ده احنا شرف لينا يا فندم إن احنا سمعنا صوتك والله. الله يخليك، الشرف ليا. استأذنك بس كلام يا بنت، الله يبارك فيك. عينيا، إدهالي. يا قمر. ست الكل. ألو. أهلا بيكي يا حبيبتي. إزيك ست الكل، عاملة إيه؟ أنا كويسة طول ما أنتِ بخير. الأخبار؟ الحمد لله، عاملة لك شوية رز وعاملة لك طاجن قورمة وشوية شوربة يستاهلوا بقى. بالهنا والشفا. والرز خلاص خلص أهو، وطفينا عليه وهنستنى نبقى نغرفه. ده ما شاء الله. أوريهولك أهو، بص الرز في الحلة عامل إزاي؟ كل سنة حضرتك طيبة. وأنتِ طيبة يا قمر. وأنتِ طيبة. هنغرفولك بس بعد ما نعمل بقى شوية الشوربة الحلوين دول. شرفتينا يا حبيبتي. نيجي بقى للشوربة. هنشوف، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الحلو الجميل بتاع ستار جدة ايه. ايه الموضوع ده يا غالية؟ الله، بصوا اشتغلي بيه، مجراله اي حاجة معاك، ضمان 3 سنين، صناعة مصرية، حاجة زي الفل، مفيش احسن من المصريين والفراعنة، بضاعة يعني على ابوها. انا بحب اشتغل بالحاجة المضمونة. نقول بسم الله. انت ما بتشغل خلاط زيي ولا ايه؟ شتشت على طول. انا الوحيده اللي معايا الحاجات دي. نقول بسم الله ونيجي. حضرتك عندك الكبه استرجيت او اي كبه اعملي، بس انا عندي هنا واحده لهلوبه ما شاء الله. ونقول بسم الله. بصوا عاوز اقول لكم على حاجه، بجد الهاند بلندر ده قوي جدا، فخدوا بالكم لو انتوا عندكم حله سيراميك زي دي ما تخلوهاش تنزل للاخر علشان ما يجرحلكوش الحلل، لان هو فعلا قوي. فخدوا بالكم لو انتوا هتستعملوا ماركه ستار جيت، هو قوي فما تخلوهوش لاخر، يوصل لاخر الحله علشان خاطر ما الحله ما تبص. بس كده، الله، عندي شوية شوربة عجب هردهم تاني ياخدوا معايا غلوة صغيرة علشان خاطر أبقى ضامنة إن هما تمام، وبعد كده أغرفهم. بس كده، بسيط وسهل ومفهوش أي حاجة خالص. أستاذ عبد الله. أيوة سامع، معلش ما كناش معاك. أستاذ عبد الله، أنا مع حضرتك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. عايزين نعرف اتفضل. انا كويس حضرتك، بس اسمعني من التليفون بعد اذنك. انت عاوز طريقه ايه وقول لي. عينيا. استاذ محمود. ايوه اهلا وسهلا استاذ محمود. انت غاليه، ايه الاخبار؟ الحمد لله، اهلا بيك وكل حبايبنا طيبين. وحضرتك طيب وبخير وسعاده يا رب. الله يبارك في حضرتك. انا حضرتك حبيت بس اساعد على حضرتك، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب.
ورمضان كريم عليك كده ان شاء الله. عليا وعليك وعلى كل حبايبك. مطمنينك من زمان والله، من ايام القاهره والناس. ربنا يخليك، ده الشرف ليا يا فندم والله. الله يخليك يا ست غاليه، ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك، تسلم لي. شكرا ليك يا فندم، شكرا. ام رحمه. ايوه يا ست غاليه، عامله ايه؟ الحمد لله يا ست ام رحمه. بنتي عايزه اسلم عليكي. ادهالي ادهالي على وشها الحلو كده، نطلع حاجه نحط فيها الرز الامور ده. ازيك يا جميله؟ انت عامله ايه؟ انا ازيك. اهلا اهلا بيكي يا قمر، منوره الدنيا. بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي يا حبيبتي، كل سنه وانتي طيبه وبخير حبيبتي. انت طيبه يا جميله. هنعمل بقى بولة رز كده حلوه شيك. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الرز اللي بالجزر حلو قوي ومفيد، ولو حضرتك عيالك مش بيحبوا الجزر ياكلوه كده بطريقه مباشره، هنعمله في رز اهو. ما شاء الله ريحته حلوه، سنه الثوم مع البصل مخلياه يعني حاجه جميله. بصوا، ومفلفل وزي الفل. ما ولا تقولي لي الجزر هينزل عليه عجين ولا كل الكلام ده. عامل حاجه كويسه مفلفله زي الفل، حضرتك يعني تبقي مبسوطة وتقدميها بالشكل اللي يريحك. حاج رجب. ازيك يا سيف غالية؟ الحمد لله، ما يبقاش يوم من غير صوتك يا حاج رجب. والله العظيم يا سيف غالية، انت قابلت بصراحة كم من المساعدة عندينا. المطبخ بتاعك بصراحة معوش احسن كان، الله اكبر عليا. ربنا يخليك. كم من المساعدة كبيرة في قناة الشمس. ربنا يخليك يا حاج رجب يا اصيل. انت وفريق الاداب المحترم بتاعك الاستاذ اللي ردت عليا ومشاهدينه كلهم، الله اكبر عليا الله اكبر عليا. انا عايز اطلع بس اقول لك متشكرين على كل حاجه اللي انت بتعملها عندي. حضرتك كلك ذوق وراجل محترم، واليوم ما يبقاش يوم من غير صوتك لان انت متابع يعني محترم. لا انا ده متابعك من زمان يا سيف غالية. ايوه. والله متابعك وبعد كده محبينك. انت بقول لك معلش انت واخده ما شاء الله كم من المساعده. فضل الشوربه فارس. شوف بقى، قعدت اتكلم معاك والشوربه فارت مني شويه، لكن مش مشكله. طب الحاج الحاجي. لحقت خلاص. تسلم وتعيش يا حاج. كده الشوربه معانا خلاص، خدت الغلوه بتاعتها، بس خدوا بالكم عشان ما تفرش منكم برضه. استاذه شيماء. انا مع حضرتك يا فندم. الو. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله، تسلمي. والله احنا متابعينك وربنا يسعدك يا رب. ان شاء الله يا ست الحبايب، متابعينك من زمان قوي. والله ده الشرف ليا. الله يكرمك، واحنا والله فرحنا قوي قوي اللي انت طلعتي تاني. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي وتعيشي. الله يخليكي. وابن عايز يكلمك. الدهون. وعنده 6 سنين. الدهوني، ربنا يبارك لك فيه. الو. الو يا قمر. الصبر. ازيك؟ الحمد لله. كل رز بالجزر عشان بيبص بيقوي النظر. لا حاضر. ربنا يخليهولك يا حبيبتي، يطرح لك فيه البركه يا رب. ربنا يسعدك يا رب. تسلمي تسلمي يا روح قلبي. مع السلامه. مع الف سلامه حبيبتي. هنا بص، الرز اللي بالجزر تورتايه، انت بتتعاملي مع تورتايه. بصوا الجمال، نحط دي هنا تكسر لون، وهنا دي في النص، ناخد لها واحده تانيه قصادها. بصوا الجمال، بتبقى حاجة جميلة وشيك وزي الفل وبسيطة وبسيطة، بتبقى بسيطة مش حاجة يعني هنكلف منها كتير، حاجات في البسيط. أنا أقوله لك بس يا أستاذ مصطفى، ولا أنت عاوز تدلع فيه شوية؟ ماشي. بسم الله. أدي الرز، رز بالجزر تحفة، حلو جدا وبسيط، وتبقي حطاه على السفره كده عزومه تفرح وتبقي انت مبسوطه. اشيل اشيائي، عاوزه ابص على الطاجن بعد اذنكم. الله، لا ده الحلويات كلها كملت النهارده يا استاذ مصطفى، نسمي بالله ونطلع ده الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. طاجن القوارمة ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. ده امانه معاك بقى استاذ مصطفى، دلع فيه براحتك. ها، احط لك هنا ولا هنا؟ عيني، حلال عليك النهارده في الفطار.
بصوا جماله بالهنا والشفا، يا رب ألف هنا وشفا على قلوبكم. نقفل الفرن. بصوا بيطلع حاجة تفرح بصراحة، جميل وحلو وسهل وبسيط، وسفرة تكمل بعديها. أستاذة نادية نغرف الشوربة. أهلا بيك يا أستاذة. كل سنة وانت طيبة يا حبيبة قلبي. وانت طيبة وبخير ورمضان كريم. الله أكرم يا حبيبتي، النهار قررت الشمس وشطرت الشمس النهارة بيكي والله. الله يخليكي، ده منورة بيكي. وشوفي بقى الشوربة الحلوة الحمرة دي، شوربة الفلفل من إيدك، كل حاجة حلوة يا ست غالية والله. تسلمي تسلمي تسلمي، ربنا يبارك لك ويسعدك يا رب ويحلى أيامك كلها يا رب. أنتوا ناس محترمة، ربنا يخليكي. أموريني لو عاوزة أي حاجة تحت أمرك. تسلميني يا حبيبة قلبي، أنت مش مخلية عايزين أي حاجة يا حبيبتي. تسلمي، شكرا ليكي، شرفتي. بصوا يا جماعه، اللي انا بقوله ان احنا نغليها غلوه واحده، غلوه واحده زي انا ما عملت كده. هي غليت غلوه واحده فارت خلاص، خلصنا. ليه؟ علشان ما تقطعش، ما نحطش الكريمه اللباني من الاول. زي ما قلت في قواعد للطبخ لازم نمشي عليها، وفي حاجات نشيل ونحط فيها زي ما احنا عاوزين.